بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابي طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة بكمل معاكم مراجعة ليلة الامتحان على الترم الثاني. هنبدأ احنا قبل كده الفيديو اللي فات اتكلمنا أو حلينا 6 وثائق. النهاردة هنحل بقية الأسئلة، المواقف وسؤال القواعد والإيميلات والموضوعات. خلي بالكم كويس جدا من اللي هنقوله. هنبدا النهارده بسؤال المواقف اللي هي سيتياسيون بول شوازي لي دو ريبونس كوريكت، اختار اجابتين صحيحتين. 1 تي بارتاج تا شامبر افيك توم فيرير، انت تتقاسم غرفتك مع اخيك. كيسكي تو دي؟ رقم ا جي بارتاج لا شامبر افيك مون فيرير، دي اول واحده صح. جي في مون لي برتب سريري في غرفتي، لا. جي ان بيتيت شامبر، لا. جي ريست سيل، انا ابقى لوحدي في غرفتي. مون فرير اي موا افون لا ميم شامبر، انا واخويا لنا غرفة واحدة. 2 تي فو ريغاردي لا تلفزيون، انت تريد مشاهدة التلفزيون. كيسكي تو دي؟ ماذا تقول؟ جي في دون ما شامبر، اذهب الى غرفتي. جي في او صالون، اذهب الى الصالون، دي صح. جي في او جاردان، اذهب الى الحديقه. جي في على كوزين، اذهب الى المطبخ. جي في على سال دو بان، اذهب الى الحمام. ما ينفعش، يبقى ناخد الاولى والثانيه. اذهب الى غرفتي، انا اذهب الى الصالون، دي الاماكن اللي ممكن يكون فيها التلفزيون. 3 تي اكسبريم، انت تعبر. تون افي عن رايك. سور لا ميزون دو تون كوبان، في منزل صديق. كيسكي تو دي؟ هتقول الي بري دو سون ليسي، المنزل ده قريب من مدرسته. إلي جولي، إنه جميل. يبقى دي رقم دي صح. إلي تري انتليجانت، إنها ذكية جدا. إلي تري سامبا، إل أ كاترا بيس، يعني بها 4 أماكن. يبقى ناخد دي اللي هي رقم سي. وممكن ناخد إلي تري سامبا، يعني إنه لطيف، بس نخليها إلى كاترا بيس، به 4 غرف. وممكن اقول دي، يبقى دي افضل كمان يعني، خلاص بدل دي خالص. السؤال اللي بعده رقم 4 تي ني ابريسي با، انت لا تستحسن لبس صديق. كيسكي تو دي؟ اقول سي سوبر، انه رائع. سي موش، انه رديء، دي صح. سي نيل، برضو دي صح، اما اوريجينال ومود لا. 5 تون امي تو ديماند، زميلك يسالك. بوركوا تي فا او سنتر فيل، لماذا تذهب الى وسط المدينه؟ كيسكي تو دي؟ اقول له بور فير لي بوتيك، عشان اتسوق، دي صح. بور ريفيزي ميليسون، اراجع دروسي، لا. بور انستالي مي زافير، لا. بور اشيتي دو نوفو فيتمون، اشتري ملابس جديده، دي صح. اما دي سماع اسطوانات، لا. 6 تي بارل دي ديكوراسيون دون تا شامبر، انت تتحدث عن ديكورات غرفتك. كيسكي تو دي؟ اقول اليا دي تابلو، يوجد لوح. اليا ان سري، ان لي سرير، لا. كنبه، لا. اليا ان تابي، يوجد سجاده، دي صح. اما مكتب، لا. 7 تي نيتوا تا شامبر، انت تنظف غرفتك. كيسكي تو دي؟ اقول جي في لي فيتر، دي صح، يعني انظف التراب. جي باس لاسبيراتير باكنس، دي برضو صح. اما برتب الترابيزه، بغسل الاطباق، باكوي الهدوم، لا. 8 تي ديماند اتونامي لي نمبر دي بي اس، انت تسال صديق عن عدد الاماكن ببيته. كيسكي تو دي؟ كومون اللي تاميزون، كيفيه الذهاب الى بيتك. او يي تاميزون، اين بيتك. كلي لي نمبر دي بي اس دو تاميزون، ما هي عدد اماكن البيت بتاعك. كومون اي تاميزون، لا. اليا كومبيان دو بي اس دون تاميزون، صح. 9 تي بارل اتون فرير، انت تتحدث الى اخيك عن نقوش الملابس والزخارف. كيسكي تو دي؟ ستين شيميز اريير، ده مقلم، دي صح. جي بوكو دي شيميز، عندي قميصه كتير. ست شيميز اي شيك. جي ان شيميز بلانش ابوا نوار، يعني منقط بنقط سوداء، انا بشتري بنطلون جري، لا. 10 تامير تو ديماند، امك بتسالك. تو دو فير ان تاش ميناجير، يعني ان تقوم باي عمل من اعمال المنزل. كيسكي دي؟ هتقول لك لاف توالي مان، اغسل ايديك. ميلا طابل، رتب الترابيزة، دي صح. ليف تواتو، استيقظ مبكرا. فيليولي، رتب السرير، دي صح.
اما في دي ديفوار اعمل الواجب لا. 11 تون امي تو ديمان، زميلك بيسالك سيكيوتي بورد ماذا انت ترتدي كوند الفيفرواد عندما يكون الجو بارد، كيسكي تو دي هتقول ايه؟ البس ايه؟ ان مانتو دي صح، ان تحت شميز لا، مايو دوبان لبس البحر لا، بلوفر ماشي، تي شيرت لا. 12 تي ادمير انت معجب بفستان اختك صديقه، او انت معجبه بفستان صديقتك، كيسكي تو دي اقول سي جينيال و سي جولي انه جميل. اما موش ودي مودي ونيل دول كلهم صفات واحده سيئه. 13 تي بار لاتوم فرير تحدث الى اخوك دولا ماتير دام بيتمو عن ماده لبس معين، كيسكي تو دي جي ان شيميز اريير عندي قميص اريير معلم، جي ان شيميز بلو ان كوتون دي صح يعني قميص ازرق من القطن، انا عايز الماده. جي ان شيميز ابوان وار منقط باسود، جي ان شيميز تري شيك، جي ان شيميز ان سوا من الحرير دي صح. 14 تي ديكري لا تيني سبورتيف دان كوبان انت تصف الزي الرياضي لصديق، ماذا تقول؟ البورت ان فيست بيلبس جاكيت جينز، المي ان بلوزون اون كوتون يعني بلوزون جاكيت من القطن لا، المي ان بيجامه لا، البورت ان مايو دوبان اوف لير يعني هو يرتدي زي اللي هو البحر يعني لبس البحر مشجر، البورت ان سيرفيتمون روج بيلبس ترينج احمر. 15 تي ديماند ان جوير انت تسال لاعب لا كولير دو سي باسكيت عن لون الكوتشي بتاعه ماذا هو يقول؟ السون بلو مارين دي صح لان الكوتشي جمع مؤنث، السون شير غالي، السون بلانش ابيض دي صح. اما الكوت سعره 200 جنيه، السون اون كوير من الجلد لا. 16 تي ديماند اتون امي انت تسال صديق اي الملابس المي يلبسها في الصيف، كيسكيل دي اقول لك جيمي ان شيميز امانش كورت بلبس قميص بنص كم، جي بورت ام بلوفر، جيمي ان تي شيرت اي ان شورت يعني تي شيرت وشورت، جي بورت ان مانتو بلبس بالتو، جيمي ان انوراك جاكيت، يبقى ناخد الاولانيه ورقم اي. جي ده هنا تي ديماند اتونامي تسال صديق عن رايه سيو توم بنطلون في البنطلون بتاعك، كيسكي تو دي اقول له ايه؟ او تي اشيت سو بنطلون اين تشتري هذا البنطلون؟ كل بنطلون تي بريفير اي بنطلون تفضل؟ كليتون افي سيو سو بنطلون ايه رايك في البنطلون ده صح؟ ومن اي شيء يكون بنطلون؟ لا كومون تي تروف سو بنطلون كيف تجد هذا البنطلون؟ 18 تي انديك انت تبين لمبلاسمون دو تون لي مكان سريرك، كيسكي تو دي اقول هو كبير لا، الي انت الارموار اي لي بيرو هو بين الدولاب والمكتب دي صح، الي سو لامينيت تحت الشباك صح، هو على الترابيزه لا دو شيفي على كومودينو لا، هو من الخشب لا. 19 تامير تي ديماند امك بتسالك كيسكي تي في ابريل لوريبا لوريبا ماذا تعمل بعد الوجبات؟ كيسكي تو دي هتقول لها ايه؟ جيمي بروس لي دونك بغسل سناني، جيب اي لا فيسيل اغسل اطباق دي صح، جيب ريبار مون ريبا بجهز وجبتي المفضله، جيب رون لي ديجوني بتغدى، هنا جيب رون تروا ريبا برجور طبعا بعد الغداء على طول باخد جيمي بروس لي دونك بغسل سناني بالفرشه، ده الكلام ده بعد الايه؟ الوجبات. 20 تون كاميرات تي ديماند زميلك بيسالك عن رايك سيغ سا ميزون في بيته، كيسكيل دي او يا تا ميزون، كيسكيل يا دون تا ميزون، كيسكي تي بون سي دو ما ميزون ايه رايك في البيت بتاعي، واكلي تو نافي ايه رايك سور ما ميزون دي صح. اما الاولى كومون اي تا ميزون كيف يكون بيتك لا. 21 بور اريفي اتون ايكول الير لكي تصل لمدرستك في الميعاد، كيسكي تا مير دي الام هتقول لك ايه؟ ليف تو واتر تصحى متاخر، لاف توا ليمان اغسل ايديك، ليف توا تو اصحى بدري دي صح، بروندو لوبيس اركب الاتوبيس دي برضه صح، اما نام متاخر لا. 22 تامير في لا كوزين والدك بتطبخ، كيسكي تو دي هتقول لك ايه؟ ام انت هتقول ايه؟ البريبار لريبا هنا بتجهز الوجبات، الباس لاسبريتير بتجنس، الفيس اون لي هي بترتب سريرها، الرانج ليكوفير هي بترتب ادوات المائده، الكوزين هي بتطبخ يبقى ده اول واحده، والاولانيه اللي هي البريبار لريبا.
23 تون اميدو ديمان، زميلك بيسألك بوركوا تيفا ألاباتي نوار، لماذا تذهب إلى ساحة التزلج؟ ماذا أنت تقول؟ بور فيردو لاناتاسيون، لكي أمارس السباحة. بور فيردو باتان أجلاس، هي دي. بور باتيني، برضو رقم بي، لكي أتزلج. بور فيرلو ديفوار، أعمل الواجب. بور فيرلو لي، أرتب السرير. لا، 24 صديقك بيسألك لي ميبل دو تا شامبر، الأساس اللي في أوضتك إيه؟ كيسكتو دي، أيول يوجد ستائر؟ لا، اليا أن لي يوجد سرير، دي صح. اليا دي باسكت، يوجد كوتشي؟ لا. اليا أن تبي سجادة؟ لا. اليا أن بيري، يوجد مكتب؟ أيوه، لأن دول من الأساس. أما ريدو وتبي دول من الديكورات. السؤال اللي بعده كده اللي هو يعتبر ثالث سؤال في الامتحان وسؤال القواعد، ونخلي بالنا. واحد، لا يونيفورم، الزي المدرسي، الزي الموحد يعني، جي نقط ريباس افان دالي اوليسي باكوي، قبل ما اروح المدرسه. يبقى الزي ده مفرد مذكر، يبقى ناخد الاولى، يبقى جيلو ريباس. اتنين، ويب كام، اي سوبر، ويب كام دي كاميرا النت، والكلمه دي مفرد مؤنث، يبقى ناخد لها صفه الاشاره ست، لان ست بعدها مفرد مؤنث، ست اللي فيها تي واحده، ياتي بعدها مفرد مذكر بادئ بحرف متحرك، سي ياتي بعدها اسم مفرد مذكر، سيم ياتي بعدها جمع. ثلاثه، ايه تا ميزون، اخد هنا على طول ايه كومون، كيف يكون بيتك. أربعة، جي بورت إن روب، أنا أرتدي فستان كوتون، هنا كوتون دي مادة خام بيأتي قبلها إن. خمسة، نو نقط دو نوفو فيتمو، يبقى نحن فين فعل المسرب مع النو، هناخد اللي هي رقم دي، يبقى نوز أشيتون دو نوفو فيتمو، لكن أشيت دي مصرفة مع التي، دي مصرفة مع الفو، دي مصرفة مع التي، ومكررة طبعا. رقم 6، ست روب اي نقط سيري، سيري ضيق، ودي طبعا مقسمه، يبقى ناخد تري سيري. 7، سيتين فيست، انه جاكيت، بوا منقط، بنجيب قبلها اه. 9، اكسسوار، دي جمع مذكر، بناخد لها سي. الاكسسوارات يبقى اي اكسسوارات، تي باش وزير، ستختار. 10، لارموار، الدولاب، وده مفرد مؤنث، يبقى جي في لا. رانجي سوف ارتبه. 11، ال شيرش دي سيزو، هي بتدور على مقص، والمقص دي طبعا جمع مذكر، هنا ما فيش جمع مذكر الا اورانج، تمشي في كل الاحوال. 12، لا روب سي ترو، بعد سي صفه مفرد مذكر، يبقى ناخد لون الاخيره. 13، لو بيرو اي نقط لا بينيت، المكتب بالنسبه للشباك، سير على الشباك، اه اكوتي دي يو ما ينفعش مع لا، انا اخد سو يعني تحت الشباك. 14، انوات ايتاج، كلمه ايتاج يعني دور او طابق، وده مفرد مذكر، بناخد لها كل اللي هي رقم بي، يبقى كل ايتاج ايتون ابارتمون، في اي طابق شقتك. 16، ايت جورناليست، ان اكون صحفي، سي بروفيسيون، كلمه بروفيسيون دي كلمه مؤنث، يبقى سي ما بروفيسيون سويتي، انها مهنتي التي اتمناها. 17، توت ميشو سير، كل الأحذية بتاعتي صن أون، خلي بالنا إن أون دي لما يجي بعدها لون بيبقى مفرد مذكر، يبقى اللون السائد، يعني كل أحذيتي لها لون واحد وهو اللون الأسمر. 18، إيكوت موا، اسمعني، كوند جي تيكسي بليك لا ليسون، عندما أنا أشرح لك الدرس. 19، أفيك نقط تي فا أوسيل، يبقى مع من، ناخد الأولى، مع من تذهب إلى المطعم. 20، اي شارب مفرد مؤنث، انا اخد الصفه ست اللي هي رقم سي، ست اي شارب اي الامود. 21، سيتان تاير فلير، كلمه فلير يعني مشجر، بناخد لها اه الاخيره اه فلير. 22، اي تون اوبينيون، هنا بعد فيرب ايتر اوبينيون مفرد مؤنث، بناخد لها كل رقم بي، يبقى كليتون اوبينيون سيو سوفيتمون. 23، سي روب سون، الفساتين جمع مؤنث، يبقى ناخد لها، ناخد هنا بلو فونسي، ده لون مركب او لون في درجه من درجات الالوان، يعني ازرق غامق. 24، لافونديز، البائعه، نو هنا الفاعل البائعه وليس نو، يبقى هنا هتصرف الفعل مع الضمير ال، يبقى ناخد الاخيره خالص، يبقى لافونديز نو زيد تساعدنا في اختيار الملابس، اما نو ضمير عايد علينا احنا. 25، مون إيشارب، قلنا الإيشارب مفرد مؤنث، يبقى جي لا، مي دون لوساك،
اضعه في الشنطه. 26 منى امبورتي دي روب، تحبي تلبس فساتين؟ مانش. هنا هنا ما ينفعش ما فيش يبقى ناخد سون مانش يعني بدون اكمام. 27 لانوراك، الجاكيت المبطن ده مفرد مذكر. جي في لو متر، سوف ارتديه في السهره. 28 ميسيي فو، هنا للاحترام طبعا بناخد رقم سي اللي فيها زد، يبقى فو يساي لا شيميز بلانش اتقيس القميص الابيض. 29 انوراك ومفرد مذكر بادي بحرف متحرك، ناخد رقم بي. سيت انوراك مي بلي بوكو، الجاكيت ده عاجبني. 30 لا جيب دو كلير، الجيبه بتاع كلير سي تري، قلنا بعد سي صفه مفرد مذكر بناخد الاولى، يبقى سي تري شير غاليه جدا. 31 سيريل سي باسكت، سيريل دي بتساوي ضمير ال، يبقى ناخد مي اللي هي رقم سي. 32 جي نقط دو باسي لاسبيراتير دون دو صالون، يبقى هنا اقول ايه؟ جي سويل ولا جي فيان دو؟ طبعا ده اسم ماضي حديث بيتكون من فيرب فينير زائد دو زائد المصدر، يبقى جي فيان دو باسي لاسبيراتير معنى ان لسه كنسة الصالون. 33 منى وندى، هنا في علامة تعجب، لما نلاقي علامة تعجب أو كومة أو نقطتين يبقى أمر، هنا منى وندى يبقى أمر مع الإيه؟ مع الفو، يبقى ناخد ليفي فو تو استيقظوا بدري. 34 فاتي أليكول، الإجابة جي في سيل، أنا أذهب لوحدي، يبقى مع من؟ يبقى فيكي. 35 جيم نقط ما شامبر، يبقى جيم بوكو، لأن بوكو هنا بتصف الفعل اللي قبلها، أنا بحب كثيرا قطش. 36 جون جي نقط اتوند ديفان لو سينما، يا جون هنا بينادى عليه، جي تاتوند هاخد الاولى، انا هستناك قدام السينما. 37 الرانج سي سي دي، هي ترتب اسطواناتها سور ايتاجير، تاجير مفرد مؤنث، ناخد ست. نيجي على السؤال اللي بعده اللي هو يعتبر الرابع اللي هو الانتاج. الايميلات كلها محلوله ولازم نذاكرها كويس جدا ونتدرب عليها قبل الامتحان. صلي طبعا زي ما هي، طبعا معروف ان في الايميل بيبقى سؤالين عايز اجابتين. كلفت مونتي مي تي ام بورتي، اي الملابس تحب ان ترتديها؟ الاجابه جيم بورتي لي بنطلون اون جينز، بحب البس بناطيل جينز. اي بوركوا، طب ليه؟ باسكو سي براتيك، لانها عمليه. ابلوس. الموقف الثاني او الايميل الثاني، بونجور زيمان كيسكو تون كوبان بورت الا فيت، ماذا زميلك يرتدي في الحفله؟ او البورت ام بنطلون نوار، بيلبس بنطلون اسود اي ان شيميز بلو وقميص ازرق. كومونتي تروف سي فيتمو، كيف تجد ملابسه؟ ايه رايك في هدومه؟ جي تروف سي فيتمو تريبو، اجد هذه الملابس جميله جدا. الايميل الثالث بونجور زيمان اوتي فا، اين تذهب؟ أو أو تي فالي، أين سوف تذهب هذا المساء؟ جي في ألي أين فيت دو مارياج، سوف أذهب إلى حفل الزواج. كيسكي تي فا متر، ماذا سوف ترتدي؟ جي في متر أن كوستيم نوار، هلبس بدلة سوداء إي إن شيميز بلانش وقميص أبيض. أبلوس. بونجور زي ما هي، كومبيان دو بيس، كم مكان إليا دون تاميزون في بيتك؟ دون ماميزون إليا سانك بيس، يوجد خمس أماكن. اي كومون اي تا شامبر، كيف تكون اوضتك؟ ما شامبر اي جراند اي كلير، يعني غرفتي كبيره اي كلير ورايقه وجميله. ابلس نزلها طبعا زي ما هي. صلي اكلير تيتي ليف، متى تستيقظ؟ الاجابه جيمي ليف اسيتير، استيقظ الساعه 7. كومون تي اي تا مير على ميزون، كيف تساعد الام في المنزل؟ اقول بور اي دي ما مير جيمي لا تابل، برتب الترابيزه. اوريفوار بنزلها ورد. صلي زي ما هي، كومون اي تا شامبر، كيف غرفتك؟ ما شامبر اي جراند، غرفتي كبيره. كلي سا ديكوراسيون اي ديكور اللي فيها، دون ما شامبر اليا ان تابي فيها سجاده اي دي ريدو وستائر. اوريفوار. هنا الايميل السابع، صلي زي ما هي، او جي بو باسي لو ويك اند، اين استطيع قضاء العطله؟ قلت بو باسي لو ويك اند او بورد لامير، على شاطئ البحر. كيسك تي مي كونسي، تنصحني بايه؟ هنا مي دي صندل، ارتدي او البس صندل
اي بروند تيلونير دو سولي، وخد نظاره الشمس بتاعتك. اوريفوار. بنيجي كده على المواضيع السوجيه، بقول لك ايه؟ اكتب من 15 ل 20 كلمه في كل موضوع، واستخدم الكلمات دهي. ديكريتون لوك بريفيري، اوصف اللوك المفضل لك. فيتمو واكسسوارات، اقول جي سوي فان دو مود، انا مغرم بالموضه. جادور لي فيتمو، انا اعشق الملابس والاكسسوارات. جي بريفير لي بنطلون لي تيشيرت، بفضل بناطيل والتيشيرتات. لي شيميز والقميصة، اي لي جينز والبناطيل الجينز. كوم لي اكسسوار، كاكسسوارات. جيم لي مونتر، بحب ساعات اليد. الموضوع الثاني ديكري لا تيني دو تا كوبين، يعني اوصفي زي صديقتك اصافيت دانيفرسير، في عيد ميلادها. ما كوبين ماري بورت ان روب دو سواري، زميلتي ماري ترتدي فستان سهره. لا روب انوار اي ابوا، الفستان اسود منقط. لا روب اي اون كوتون، الفستان من القطن. المي ان كولير اونور، هي ترتدي قلاده او عقد من الذهب. سي شوسير، حذاؤها سون اتالون، بكعب. الموضوع الثالث ديكري تا نوفيل ميزون، اوصف بيتك الجديد. هنا نمبر دو بيس، عدد الاماكن اللي فيه ومحتواها. جابيت دون زين جراند ميزون، اعيش في منزل كبير. دون ما ميزون الياتر وشامبر، في بيتي يوجد ثلاث غرف. ان جراند سال امانجي، قاعة كبيرة للطعام. ام اي ام بي تي صالون، وصالون صغير. الياوسي ان كوزين، يوجد ايضا مطبخ. ايدو سال دوبان وحمامين. الموضوع الرابع ديكريتا شامبر، اوصف غرفتك. ما شامبر اي جراند، غرفة كبيرة. لو بيرو اي سو لابينيت، المكتب تحت الشباك. اي اكوتي دو لي، وبجوار السرير. جي ان بيتيت ارموار، عندي دولاب صغير. اليا ان تبي في سجادة روز وردي. اي دي ريدو بلان، وستائر بيضة. الموضوع الخامس اكري سور تي بروجي دو فاكانس دي تي، اكتب عن مشاريعك في اجازة الصيف، الاماكن والانشطة. لي لاندي، يوم الاثنين. جي في الي او كليب، اروح النادي. بورجوي او فوتبول. لو ماردي الثلاث، جي في الي او سينما، اروح السينما. افيك ما فامي، مع الاسره. بور ريغاردي ان فيلم، كان يشاهد فيلم. لي جودي، يوم الخميس. جي في الي الامير، اروح البحر. بور فير دو لا ناتاسيون، لكي امارس السباحه. الموضوع السادس اكري سور تي اكتيفيتي كوتيديان، اكتب عن انشطتك اليوميه. اير الوقت والانشطه. لو متان في الصباح، جي ميليف اسيتير، بصحى 7. جي برون دو مون بيتي دي جوني، اتناول فطاري. بوي ثم جي في اوليسي، اذهب للمدرسه. لابري ميدي، بعد الظهر. جي دي جون على ميزون، بتغدى في البيت. ا سيزير، الساعه 4. بوي جي في ميديفوار، ثم اعمل واجباتي. لسوار في المساء، جودين بتعشى. جي ريغارد لا تلفزيون. بوي ثم جيمي كوش، بنام الساعة 22، الساعة 10. الموضوع الأخير 7 اكري سور تي تاش ميناجير، اكتب عن أعمال أو المهام المنزلية بتاعتك، الأماكن والأنشطة. لو ويك إند جيد مامير على ميزون، يوم العطلة بساعد ماما في البيت. دون ما شامبر، في غرفتي. جي فيمون لي برتب سريري. جي باس لاسبيراتير، بكنس بالمكنسة. دون لا سال امانجي، في قاعة الطعام. جي مي لا تابل، بجهز الترابيزة. دون لا كوزين، في المطبخ. جي في لا فيسيل، بغسل الاطباق والمواعين. وبكده اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني، انتهينا من مراجعة ليلة الامتحان، المراجعة النهائية. اتمنى ان انتوا تذاكروها كويس جدا جدا قبل الامتحان، واتمنى لكم التوفيق. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة، وان شاء الله نواصل مع بعض المراجعات لحد ليلة الامتحان كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.